الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه ورضي عنهم إلى يوم الدين. أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا البرنامج خير الكلام ومن قناة بينونة. حديثنا اليوم عن أمر نحتاج إليه، نحتاج إليه في علاقتنا مع الله سبحانه جل وعلا، وكذلك في تعاملاتنا مع الآخرين. لكن هو حديثنا سينصب إلى جانب هام في هذه النفس، في هذه الذات، في خصلة وفي صفة رائعة جدا لا يأتي بها ولا يتطبع بها ولا يتخلق بها ولا يتصف بها إلا من كانت نفسه قوية، إلا من كانت نفسه أبية، إلا من كانت نفسه متطلعة إلى رحمات ربنا سبحانه جل وعلا. ما أعطي، شوف، ما أعطي إنسان عطاء أوسع من الصبر، كما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. لماذا؟ لأنها نعمة عظمى. تجد هذا الصبر سواء كان ما يتعلق في طاعة الله عز وجل، كيف تصلي وتصبر على صلاتك وفي صومك وتصبر على الصوم، وكذلك في الحج والمشقة وتصبر على أداء هذا النسك، في أن تحفظ القرآن ويكون عندك ذلك الجلد والصبر إلى أن تختم القرآن حفظا وتجويدا، وكذلك في باب العلم، وكذلك في أي جانب من هذه الجوانب التي فيها رضا المولى سبحانه جل وعلا، كذلك في البعد عن الذنوب والمعاصي. كيف أنا أجعل هذه النفس تصبر عن ارتكاب ما حرم الله عز وجل؟ أحيانا النفس تحب شيء معين، ولكن هذا شيء محرم لا يجوز، يغضب الله عز وجل عليه، ولكن النفس تحب الشهوات، تحب الشهوات. كيف أنا أوطن هذه النفس أن تصبر، أن تبتعد عن هذا المحرم؟ يحتاج إلى قوة دافعة في النظر إلى مرضاة الله عز وجل، وكذلك في الطرف الآخر العقوبة المترتبة هنا. لو جاءنا إنسان، والله أنا صراحة أقول أحب السرقة، أشوف شيء معين أحب أن أتملكه فيسرق، قل والله صراحة أنت لك أن تأخذ ما تريد، لا صبر عمرك وهذا ما يجوز وهناك عقوبة، فلابد أن يستحضر هذا الجانب. كذلك ارتكاب الفاحشة، بعض ربما يقع في نفسه أن هذا يريده شيء جميل، لكن انظر إلى ما حرم الله عز وجل، كيف تصبر نفسك هنا؟ كذلك في أي معصية انظر إلى من تعصي، وانظر إلى العقوبة المترتبة، وانظر إلى أنها لذة ستنقضي ولا يبقى إلا ذلك الذي جعلته في نفسك من خير أو شر. كذلك يصاب الإنسان، الحياة فيها عوارض كثيرة جدا، موت قريب، مرض، ربما فقد مال، ربما ضياع وطن، ربما قلة أمن، ربما أشياء كثيرة جدا تعترض الإنسان في هذا الكون كله. هنا ينظر الله عز وجل إلى ذلك الإنسان الصابر، انظر إلى قوله سبحانه جل وعلا، إلى قوله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال إيش؟ وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. لماذا؟ يعني هنا الصابر سينال ماذا؟ ما عند الله عز وجل من الخير الموعود. وبشر الصابرين. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر صاحب لها زوجه، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. طبعا هي ما نظرت إلى المتكلم،
ما علمت أن الذي قد نهاها أو الذي وجهها هو رسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنبها، ما نهرها، كيف تصرف معها، وقال له والله أنت ما تستحين، وأنت ما دل كذا، وأنت في كذا، وأنت وأنت وأنت. سكت صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة، لأنه رحمة مهداة، هو الحكيم صلى الله عليه وسلم. ترك ثم ذهب، جاء الناس إليها، قالوا لها تعلمين من الذي جاءك وقد قمت بالرد عليه كذا وكذا؟ قالت من؟ فقالوا لها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقامت، شوفوا إلى هذه المرأة نسيت مصيبتها، كانت المصيبة عندها أعظم، كيف ردت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد وكيف تجرأت؟ هنا يعني انظروا إلى إيمانها، انظروا إلى هذه النفس الصادقة، نسيت ما كانت عليه من ألم المصاب مقابل أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كيف أنها تعاملت معه. يا جماعة، الواحد فينا كيف يتأدب مع أقواله، كيف يتأدب مع أفعاله، كيف يتأدب مع هديه. لما أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمرني أو ينهاني أو يعلمني، كيف أنا أخذ هذا الحديث، كيف أطبقه، كيف أعظمه؟ الشاهد ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله كذا، وقالت قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما يسمع الإنسان الخبر يأتي هنا الإيمان، فيدفع هذا الإنسان إلى أن يتحلى بالصبر فيكون إيجابيا واصطبر. عجبا لأمر المؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، عجبا لأمر المؤمن وما يكون ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، طيب إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ترى وقع هذا الأمر، مرض، فقد إنسان عزيز، ضياع مال، ضياع وظيفة، ضياع أي شيء في الحياة، لكن أعلم أن الرازق الله وأن المقدر الله، وعندي جانب ركن من أركان الإيمان أستثمره، الإيمان بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره، ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف أمور مكتوبة. فيأتي هذا الإيمان يدفع هذا الإنسان إلى أن يتحلى بالصبر، ولذلك شأن الصابر عظيم. مع الصابر، من الذي مع الصابرين؟ هو الله. من يحب الصابرين؟ الله. وانظر إلى وصف رائع جميل جدا في كتاب الله عز وجل، إلى قوم نجوا من الخسران، نجوا من الخسران، نجوا من الذل، نجوا من الهوان، ارتقوا في الإيمان. قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني ما يجي إنسان يقول والله أنا مؤمن، طيب ما تصلي؟ والله لها الإيمان في القلب، طيب أنت ما تصوم؟ والله الإيمان في القلب يا أخي، أنت ما تقرأ القرآن؟ الإيمان في القلب، أنت عاقل الوالدين؟ الإيمان في القلب وأنت تقطع الرحم؟ الإيمان في القلب وأنت لا تطيع ولي الأمر؟ الإيمان في القلب وأنت تسيء للجيران؟ الإيمان في القلب وأنت تفعل وأنت تفعل؟ أي إيمان؟ للذين آمنوا احتاج إلى شيء آخر، عملوا الصالحات، أتم هذا الأمر وتواصوا بالحق، كمله، تواصوا بالصبر، هؤلاء سينجون. بينهم
ذلك النسيج الرائع من التواصي على الحق والتواصي على الصبر. ما أجمل أن يكون الإنسان مصطبرا متصبرا صابرا على طاعة الله سبحانه جل وعلا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ما أجمل أن يكون الإنسان طائعا لله عز وجل صابرا على أداء العبادة راجيا بما عند الله عز وجل من الثواب الجزيل. فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد، ومع ضيف حلقتنا فضيلة الدكتور عمار حسن إبراهيم. حياك الله فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الله يجزيك خير فضيلة الدكتور. نحن في شهر الصبر، وسبحان الله سبحانه جل وعلا حثنا على الصبر، بل يعني بيّن أنه مع الصابرين وأنه يحب الصابرين. وهذه الحياة يعني حتى ينال الإنسان القرب من الله عز وجل فهو في دائرة الاختبار والابتلاء. وليمحص الله الذين آمنوا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك مع الابتلاء ومع الاختبار إن لم يكن عند الإنسان قاعدة الصبر، قاعدة الصبر، فلن يستطيع أن يكمل الطريق ولن يصل إلى النهاية. لماذا؟ لأن الصبر عنده ضعيف أو لا صبر لديه. الله سبحانه جل وعلا أمرنا قال فاعبده واصطبر لعبادته. فضل الدكتور نقف عند هذه الآية وفضل وأهمية الصبر. فضل الدكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. جزاكم الله خير الجزاء على إثارة هذه المواضيع والعبادات القلبية والروحية التي هي لا تنفك عن العبادات المالية والبدنية وسائر أنواع العبادات، ومنها التقرب إلى الله بهذه العبادة، لأنها مرتبطة بكل أنواع العبادات ألا وهي الصبر. وما سمي الصبر صبرا إلا لمرارته، لأنه إما أن يحبس الإنسان نفسه عن شهوة يحبها أو على طاعة قد تشق عليه، فيجد العناء والكلفة في ذلك. وما من عبادة إلا وكلف بها الإنسان ويجد فيها العناء أو يجد فيها المشقة، وإلا لسهلت وأصبحت عادة معتادة. فلا تنفك هذه العبادة القلبية عن العبادات البدنية. كذلك لما أمر ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على مشاق العبادات حتى يتعلم الناس، فإذا كان أعبد الناس وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، الله يقول له واصبر ويقول له واصطبر. صحيح. فالصبر إذا كان سجية بأن يكون الإنسان اعتاد ويعرف معنى الصبر يصبر، ويعرف مهارات الصبر وآليات الصبر وأسباب الصبر وطرق الصبر. فإذا لم يكن يعرف أو ضعف تحمله في أداء أي عبادة أو الصبر عليها أو عن شهوة مثلا، فهنا يصطبر، أي يتكلف الصبر ويتعلم الصبر ويكتسب الصبر. ولذلك لا نجد أن سيدنا نوح عليه السلام قد أمر بالاقتداء بمن سبقه من الصابرين. لماذا؟ لأنه ما ظهر الكفر والشرك إلا في زمنه، ولم يكن من قبل قد ظهر هذا الشيء. أما كل الأنبياء فقد جاء الأمر لواحد تلو الآخر بأن يتشبه وأن يأتسي بمن سبقه من الأنبياء. ولما قال ربنا سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مع حب المؤمن لعبادة الصلاة وقربه إلى الله
ومناجاته ما وصل إلى هذه الدرجة بأمر سهل، وينتقل بعد أن يستلذ بهذه العبادة بأن يعلم من تحت يديه ومن يرعاه من الأولاد والأهل والزوجة والأقارب والأرحام، فتتسع دائرة العبادة. ولكن قد يصادف من لا يصلي ومن لا يفهم معنى الصبر، فهنا كلمة واصطبر عليها اختلف وزنها. هنا في التصريف على وزن افتعل، والاصطبار على وزن الافتعال، ولا يكون هذا إلا بالمشاجرة بين اثنين. تقول له صلي، يقول لك بعدين، تصحي الولد للصلاة يرجع ينام، ترشه بالماء وتمسك بيده وتوصله للمغسلة ينتظرك يرجع وينتظرك تروح المسجد ترجع تشوفه نايم. فهذه المحاولات، تلو المحاولات، تلو المحاولات هي العملية التي تكسبها للآخرين أيضا، وتتعلم من الحياة طريقة الاصطبار غير الصبر. الصبر متفقين عليه بأننا نحن نعرف معنى الصبر والتحمل وكيف نسلك طرق الصبر، أما إذا لم نكن نعرف أو نريد أن نعرف آخر فهنا يختلف المصطلح، يختلف المصطلح حتى نكسب أولادنا هذا الأمر وحتى نوصل إليهم الرسالة. فلو قال الله سبحانه وتعالى واصبر عليها في سياق أمر الأهل، أي اصبر على تركهم للصلاة، يعني عافانا الله وإياكم إنسان أصيب بالمصيبة، فهنا هو مأمور بالصبر. لكن في حال أن تريد أن تدعو أناس لا يصلون، هنا هؤلاء بحاجة إلى عملية الاصطبار. لماذا؟ لأنه وزن الافتعال يدل على المشاجرة والمقاتلة والمحادثة والمكالمة، لابد أن تسلك كل المسالك حتى توصل رسالة عبادة الله إلى الأهل وإلى الأبناء. جميل جدا فضل الدكتور، إذن هي مرحلة رائعة جدا الإنسان يؤديها. بعدين فضل الدكتور، أنت تؤدي أجل من؟ وتصطبر في سبيل من؟ حينما ينظر الإنسان أن ذلك لأجل الله سبحانه وجل وعلا، هان عليه الإنسان، هان. لماذا؟ لأنني أفعل لأجل الله سبحانه جل وعلا. ولذلك شوف، يعني سبحان الله، دائما أقول في حديث السبع الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، قال هؤلاء نظروا إلى الذات الإلهية، نظروا إلى المولى سبحانه جل وعلا، فقدموا الحب الإلهي وإلى ما عند الله على شهوات النفس وعلى ملذاتها وعلى رغباتها، فنالوا تلك الدرجة. يعني الذي دعت امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، ورجل قال وقلبه معلق في المساء، وآخر رجلان اجتمعا في الله تحب عليه واجتمع عليه وافترقا عليه، وآخر شاب نشاء في هنا ترك أشياء النفس بحاجة إليها، لكن أخذ هذه يعني هذه الصفة وأخذ بهذا الخلق والاصطبار على طاعة الله عز وجل لأجل من؟ قال لأجلك يا ربي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولدي والناس أجمعين. فضيلة الدكتور، هنا يعني العبادة تحتاج إلى صبر، فلما يعني هل كل عبادة تحتاج إلى هذا الصبر؟ لا شك كل عبادة مبنية على عبادة الصبر التي هي عبادة قلبية. وهناك مصائب تصيب الإنسان يكون هو جلبها بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيدي الناس، ويعفو عن كثير. أما العبادات التكليفية فقاعدتها الأولى هي الصبر، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة وهذا النوع من العبادة رفيقا لكل أنواع العبادات. فمثلا هذه الصلاة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم تجلى الله له وسأله عن فيما يختصم الملأ الأعلى، وجد أن جل حسابات الملائكة ومناظراتهم ومجادلاتهم وحوارهم حول حسنات الذين يسعون إلى الصلاة ويتوضؤون ويجرون الماء في أوقات المكاره، قالوا إما أوقات المصيبة يتوضأ الإنسان لحظة الجزع واستعينوا بالصبر والصلاة،
أو في وقت المرض أو في وقت الشدة أو في وقت البرد الشديد أو وقت النوم ويكون الإنسان منغمس وغارق في نومه. في هذه اللحظات لولا الصبر لا يستطيع الإنسان أن يخرج لا من بيته يفارق لذات النفس هنا. نعم. ولا وعجب الله من اثنين، هذا الشاب الذي ترك فراشه وترك زوجته وقام يصلي، وهذا المسافر مع شدة إرهاقه قام يقوم الليل. فلولا وجود هذه العبادة القلبية والإيمانية لا يستطيع الإنسان أن يدع طعامه. ما هو الدافع إلى الصبر فضل الدكتور؟ ما يجد الإنسان من الوعد الإلهي وما يثق به أن الله سوف يعوضه. فيوجد مثل يستشهد به كثير من العلماء الذين يربون تلامذتهم، يقولون بأن رجل كان يمشي مع ملك، فتعثر هذا الرجل وانكسرت رجله ومشى عليها ولم يظهر للملك، وبلغ الخبر للملك أنه لما كان يمشي معه أصيب بهذا الكسر. فعجب الملك ودعاه قال: ما الذي ألجأك إلى أن تتحمل كل هذا الألم وتتحمل كل هذا الوجع؟ لما لم تخبرني؟ قال: حلاوة مرافقتي لك أنستني مرارة الألم وأوجاع الألم. فكيف هذا الإنسان المؤمن الذي عاهد الله وعقد البيعة مع رب العالمين سبحانه وتعالى بالإيمان، بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أليس هذا كافا لأن يتحمل الإنسان الجوع والعطش وينتهي حتى يعطيه الله سبحانه وتعالى الثواب الأجزل والأعظم ويسكنه الفردوس الأعلى؟ هذه قضية الإيمان الدافع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعد أحدا براتب شهري في إذا صار مسلم. آل ياسر يمر يقول: صبرا آل ياسر مصلوبين على جذوع النخل. وكان جبريل عليه السلام قادر أن يأتي ويفك الحبل وينتهي موضوع آل ياسر ويرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يمسح عليهم ويمسح دموعهم وهم عطشى مصلوبون على الأشجار ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فماذا أعطاهم؟ وبلال يجر على الرمال، فماذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان هو إذا يطمع في طعام أو تحرر من عبودية فكان الأولى أن يخلص من هالألم وهذه الشدة، ولكن عندما سئل بلال قال: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة التعذيب فطغت حلاوة الإيمان. هذا معنى أنه كان يقول أحد أحد ولم يكن يسمع نداءات هؤلاء الذين حتى في معركة أحد. فضل الدكتور يعني تلك المرة نسيبة، يعني كيف كانت، يعني كيف تضع وضعت يعني تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة والصحابي الجليل الذي جعل ظهره ترسا، فكانت السهام تخترق ظهره ولا يحرك ساكنا. نعم. وتضع رجلها على يدها المعلقة بجلدة وتقطع يدها بنفسها، ولا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا إلا ويراها أمامه. فهذه هي الرغبات. المرأة الدينارية رضي الله عنها قتل أبوك، قتل زوجك، قتل ابنك، تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي حلاوة محبة الله سبحانه وتعالى والتعلق بشخص رسول الله ونبوته ورسالته ووعوده الإيمانية. لمس منه الصدق، لمس منه الأمانة في مواثيقه وعهوده. فهذه الحلاوة الإيمانية ثلاثة: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن الناس يتذوقون الطعام والشراب، فأراد أن يضرب لهم فيما يسميه علماء البلاغة التشبيه التمثيلي. التشبيه التمثيلي شيخ طالب تشبيه صورة بصورة، أحيانا تكون صورة مادية بصورة ذهنية. والناس يأكلون، كل الناس يأكلون ويشربون، يعرفون حلاوة ومذاق الطعام. فقال: ثلاثة من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان حتى كأنك تستطعم طعم الإيمان بلسانك وبفمك، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. فهنا الإنسان المؤمن لما يقع أمام معصية أو تقع أمامه فاحشة يقع بالخيار، وهذا هو الصراع النفسي.
الصراع النفسي شديد عند التائبين وشديد عند المسلمين والمؤمنين. كيف أعصي الله عز وجل ويبدأ؟ وإذا عصى كيف أخرج من هذا الذنب؟ وكيف أرجع إلى الله؟ هذا الحوار الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بين الإنسان وبين ذاته في مراقبة الله عز وجل، في الإيمان بالله، في ترك الشبهات، في ترك المحرمات، في عدم التطاول حتى في أعراض الناس، حتى الإنسان يجعل الله عز وجل رقيبا عليه في كلامه فلا يستطيع أن يغتاب، بل قد تشمئز نفسه إذا سمع الغيبة. والله يا أستاذ طالب يصل أحيانا الإنسان إلى درجة أن سمعه يمج الكلام الظالم، الكلام المؤذي، الكلام الجارح. لماذا؟ لأنه عفر نفسه وسمت. صحيح فضل الدكتور سبحان تتحدث عن الجانب، أنا أتذكر جنودنا الأبطال يعني حقيقة. شوف هنا دكتور تلك المواقف المشرفة نرى منهم، يعني الواحد يرى الموت أمامه ويقول للشيخ محمد أريد أرجع مرة أخرى، أريد أرجع مرة أخرى، وتجد هو مصاب وتجد أنه كذا ويده مقطوع ولربما، لكن يريد أن يرجع مرة أخرى. تجد هذه الأم الثكلة فقدت ابنها تفتخر به، هذه الزوجة، هذا الابن لما يرى أباه، وهذا الأخ يرى أخي. يعني فضيلة الدكتور لما نرى هذه اللحمة الرائعة وهذا الدافع القوي والصبر على ألم الفراق، وذلك على ألم قد يكون الجراح، أو كذلك يرى أمامه يعني هم ليس في حياة فيها لذة أو في قصر منيف أو في رغد من الأمور، لكن إنما هو في مواجهة عدو، ومع ذلك تجد أنهم مصابرون. ما الدافع هنا؟ هنا لما يرى الإنسان الدافع أن هناك أمور عالية، هناك أشياء كثيرة جدا يطمع إليها، رضا المولى سبحانه وجل وعلا، دفاع عن الوطن، طاعة ولي الأمر، هذه كلها أمور محفزات إلى أن يكون الإنسان صابرا في هذا الجانب. هي هذه القيم، هذه القيم التي غرست في نفس هذا الشعب الكريم المبارك، القيم على الخير، إيصال الخير. ما عرف عن هذا الشعب الكريم المبارك الذي كان سباقا إلى التواجد في الساحات مع اللاجئين، في الإغاثات، مع الهلال الأحمر، مع المنكوبين. اليوم هذا الوطن يستنجدك ويحتاج إلى جهدك، فهل سيتأخر هذا الإنسان الذي عرف معنى الشهامة ومعنى المروءة ومعنى الخيرية؟ ولما رسولنا صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا ما زرع القيم المادية في نفوس الناس ولا وعدهم بإغراءات، وإنما ربط كل شيء بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجندي الذي عرف علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ورأينا صورهم كيف يفطرون وهم على ظهور دباباتهم، ويفترشون الأرض في الجبال، ويجلسون ينتظرون لحظات الأفطار. هؤلاء إخواننا وأصدقاؤنا، كانوا معنا في المسجد، كانوا معنا يصلون، نعرفهم شخصيا، كيف كانت حياتهم، كيف كانت نشأتهم، كيف كانت تربيتهم. فإذا وجدت عند الإنسان القيمة الأخلاقية، إذا وجدت عند الإنسان القيمة الأخلاقية والقيمة الإيمانية، فهذه ستحقق أعلى درجات الإخلاص. يمكن في قصة مشهورة بأنه وجدت جيوش قوية جدا، ومع ذلك اخترقت هذه الدول عدة مرات، قال نسوا أن يربوا الحارس على باب القلعة، فرشي هذا الحارس ففتح الباب للأعداء. ما هزمت دولة، ما هزمت أمة، ولا اخترقت حواجز وحدود الأوطان إلا عندما فقد هؤلاء الجنود القيم والأخلاق. ولذلك إذا وجدت التربية الصحيحة فستجد هناك سباق، وتجد أن هناك تضحية، وهذا هو الصبر. هؤلاء يضحون حتى تعيش، حتى تعيش هذه الأسر، حتى يعيش هذا الأمن في هذا الوطن، يعيش هذا الوطن باستقرار، وحتى يعيش هؤلاء الأطفال، وحتى لا تستباح الحرمات، لأن هناك بعض الشراذم عافانا الله وإياكم يتصيدون في الماء العكر وينتظرون زرع الفتن عبر التحزبات وعبر التطرف الفكري والعقدي، حتى يمزقوا هذه اللحمة وهذا الاتحاد وهذا التلاحم. ولذلك
هذه هي التربية النافعة التي أثمرت وكان في وقتها أن يلبي هؤلاء الجنود لباء نداء الوطن ونداء ولي الأمر. فضل الدكتور، كيف يكون الإنسان صابرا؟ يعني هنا تذكرت بعض الأشياء الرائعة، هو أن ينظر الإنسان إلى الموعود الإلهي للصابر، لكن أحيانا الإنسان يتمنى هذا الجانب لكن يحتاج إلى يعني محفز أو يحتاج إلى دافع. هل وجود الصحبة لها دور؟ وجود كما ذكرت التربية، حينما يربى الإنسان في بيته من قبل الأب ومن قبل الأم، يعني لما ينظر في هذا الجانب يكون هنا الحافز موجود. لما يشوف هذا الأب أبوه يشوف كيف يتعامل مع أمه وكيف يصبر وكيف يتعامل مع الآخرين بالصبر، والأم كذلك كيف تكون صابرة محتسبة، لربما لا تجد بعض ما تريد هي لكن لا يراها إلا في ثوب الصابرة المحتسبة التي يعني تسعى إلى السعادة وتسعى إلى الخير. لما يسمع قصص النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هو، كان صلى الله عليه وسلم هو سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم، هل هذه لها تأثيرات وهنا؟ بالتأكيد شيخنا الكريم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب الصبر: ومن يتصبر أي يطلب الصبر يصبر. إذن هو شيء في كثير من الأحيان هو شيء مكتسب. صحيح. هو شيء مكتسب، وكذلك الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل هذه هي المرحلة النفسية. في حال إذا طلب الإنسان هذا الشيء وجده، هو شيء غير مستحيل، هو شيء ممكن، هو في دائرة الإمكان. ولما الإنسان ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى قسم الصبر قسمين، القسم الأول هو أن هذه الدنيا، وليعلم كل من يسمعنا الآن ويرانا أن هذه الدنيا جبلت على الأنكاد، خلق الإنسان في كبد، في مشقة وفي مكابدة، أي يكابد الأمور ويعاينها ويحاول معها. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا في دار الآخرة، ونحن لسنا في الجنة حتى تأتينا الأشياء بدون أسباب. فلا بد أن نعلم أن طلب المعاش يحتاج إلى صبر، وأن العبادة تحتاج إلى صبر، وأن المصائب إذا حصلت وتحقيق الأمن يحتاج إلى صبر. نعم، كل شيء لا بد للإنسان حتى يحققه. فإن هذا الإنسان الصابر طريقه مضاء بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: والصبر ضياء. والجزع لا بد أن يكون عكس الصبر، فسيكون ظلمة ولا يستطيع الإنسان أن يتخذ قراره في هذه اللحظات. فكل ما يسلكه الإنسان من جنبات الحياة، سواء بالاقتداء بالأخيار وقراءة سير الصالحين، وكذلك الصلاة بحد ذاتها، أستاذ طالب، هنا حالة، هنا علاج نفسي رهيب. يعني حتى علماء التخصص يقولون أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا تجلس في مكانك، لا تستسلم للحزن، اصنع من الليمون عصيرا حلوا كما يقول المدربون، ولا تجعل 10% من المشاكل تجعلك تدفع نسبة 90% من الخسائر ومن الضغوط النفسية. فحصلت معك مشكلة ممكن تحلها ب 10%، وهي لا تسأل. نعم، ما تحتاج إلى أكثر من هذا. الله يجزيك خير. نعم. نأخذ فاصل دكتور، ابقوا معنا أيها المشاهدون فاصل، ثم نعود إليكم مرة أخرى. مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد، ومع ضيف حلقتنا فضيلة الدكتور عمار حسن إبراهيم. حيا الله فضيلة الدكتور. حياكم الله. مرحبا بكم دكتور. كان حديثك عن الصبر رائع وجميل جدا. الصبر هنا على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة التي تصيب الإنسان. هنا يتميز المؤمن، هنا يتميز المؤمن أنه يأخذ هذا الباب، باب الصبر، ويجعله جزء من حياته لا يتجزأ، ويتطبع به ويتخلق به. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله قال لعلكم تفلحون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، وما يكون ذلك إلا قال للمؤمن.
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يأخذ هذا الصبر فيجعله في حياته، في جانب الطاعة استثمر جانب الصبر، جاءته رأى معصية نظرة أو سماع أو شهوة أرادها جاءت بالصبر فكان حاجزا وحجابا بينه وبين ارتكاب المعصية. لما يصاب بأي عارض من عوارض الحياة أتى بهذا الصبر فجعله أمامه فنال الموعود من الله سبحانه جل وعلا. والصبر ضياء، والصبر ضياء ينير حياة الإنسان وينور قلبه. وكنا وصلنا عند ما يقوم به علماء النفس حتى صحيح. أن الإنسان يخرج من مكانه يغير الدائرة التي هو فيها، وهكذا حتى لو كان مدمنا على أمر ما فإن نداء الدماغ لمدة 3 ثوان، فإذا استطاع أول مرة يتأخر في الاستجابة ويصبر بدل ما يعني مثل المدمن على السجائر يشرب في اليوم كذا علبة فيؤخر، يعلمونه كيف يغير مواعيد الاستجابة للدماغ أول مرة 3 ثواني 6 7 10 حتى يتعود بأن يقلص العدد. وهكذا كل الأفعال، فلما الدماغ يعتاد على هذا النمط يصبح الإنسان صابرا متفاعلا. فكيف لو كان مع وجود الإيمان بالله سبحانه وتعالى تهون المشاق ويستطيع الإنسان أن يعالج قضاياه ومشاكله حتى لو كان في البيت، لو كان في الأسرة، لو حصلت قضية. ولما تردنا الفتاوى في قضايا الطلاق يا أخي لماذا تسرعت؟ تجد أن يعني الصبر قد نفذ عند الزوج والزوجة، فبأدنى فعل وبأدنى تصرف تجد هذا الإنسان لا يأخذ بها بالصبر ويصبر، إنما يعني يسارع إما أن ينفجر ينفجر أي والله ينفجر مثل البالون. فلو خرج من الغرفة مثلا أو توضأ هذه مساحة ومسافة كافية لأن يغير موقفه. لو أنه خرج إلى أصدقائه، خرج إلى المسجد، استعاذ بالله من الشيطان، استعاذ بالله، غير الموضوع، غير الموضوع. هذا كافي 3 ثوان أستاذ طالب، فأنت تستطيع أن تتخلص من ارتكاب جريمة. يعني إنسان أحيانا مستعجل في الطريق عند إشارة المرور، إذا واقف في الدور في انتظار قضاء حوائج، وممكن تقع جرائم عافانا الله وإياكم، ممكن الإنسان يجرح نفسه إذا ما وجد أن يؤذي أحد. ومن طرائف ما يذكر أن رجل شديد الانفعال ذهب إلى الطبيب، فالطبيب عارف بأن هذا ليس مرض، ربما هذا من هذه العوارض الانفعالية ولا يحتاج أن يأخذ مهدئات. فوصف وصف وصف ماذا يحصل لك؟ قال والله أنزعج وأصرخ وأكسر وأعمل. قال عندي دواء، لكن يشترط لأخذ هذا الدواء ألا تأخذه أنت منفعل، تصبر وتجلس وتهدأ، ثم تأخذ قطرة أو قطرتين في كوب ماء وبإذن الله ستشفى. صاحبنا أخذ علبة الدواء وصار يقطر، كل ما تصير معه مشكلة بعدوا عني، شايف، يهدوه ويروحون عليه بالمراوح فيجلس، شايف، هاتوا الدواء قطرة قطرتين، يشرب كاسة الماء مع الدواء، والرجل ما شاء الله عليه من أحسن ما يكون، خلص الدواء رجعت له الحالة، رجع على الدكتور قال يا أخي ما فيك شيء، روح أبيها من الحنفية، أنا وضعت لك الماء، قال وضعت لك الماء، فدليل أنت قادر على ضبط نفسك ولا تحتاج لا إلى مسكنات ولا تحتاج إلى مهدئات. بل إن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه لما أصيب برجله أعطوه المرقد ليبتر ساقه، فأبى أن يأخذ شيء يغفل قلبه وعقله عن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، وهو بحاجة إلى الدواء، بحاجة إلى ما يسكن ألمه. قال فإذا كنت في الصلاة فمددت رجلي فافعلوا ما بدا لكم، بترت الساق. وهو في تلك الحالة يؤتى خبر ينعى إليه ولده بأنه سقط من فوق السطح، فالناس يعزونه ويواسونه، يقول الحمد لله يا رب أعطيتني 4 أعضاء
أطراف، أخذت واحدة وأبقيت ثلاث، فالحمد لله على ما أخذت والحمد لله على ما أبقيت. أعطيتني سبعة أولاد، أخذت واحدا وأبقيت، فالحمد لله على ما أخذت والحمد لله على ما أبقيت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم كفنوا رجله وجاءوا فنظر إليها قال الحمد لله أني لم أمشي بك إلى مكان الله يغضب الله. هكذا النظرة. هنا أقف مع هذه، أن هذه العضو تشهد له لا تشهد عليه. أي والله. الله يا دكتور، لو أننا اتقينا فيها، اتقينا الله في هذه الأعضاء أن تشهد لنا لا تشهد علينا. أي والله. والله الله المستعان. وكما تشهد عليهم. نعم. ولما الرجل الذي كان يستقذره الناس بسبب يده المقطوعة ويتجنبون الأكل من منظره ينظرون إليه أنه شيء، فيأتي عمر ويستحلفه بالله ويقسم عليه أن يحرك الطعام بيده المبتورة، فيقول هذه اليد سبقته إلى الجنة، يقول هذه اليد سبقته إلى الجنة، ما عصى الله، ما أذنب، هذه اليد تشهد له، هذا أصبح تطهير له. هكذا كانت النظرة، هكذا كانت النظرة. يقول إذا أردتم أن تنظر إلى رجل سبقه بعضه إلى الجنة، سبقه بعضه إلى الجنة وما زال في الدنيا، هكذا كانوا ينظرون إلى جراحاتهم وإلى آلامهم. ومعاذ رضي الله عنه لما أصيب أهله بطاعون عمواس ومات أكثر من 30,000، فمنها أنه أصيب بقرحة ومات شابا رضي الله عنه في الثلاثينيات من عمره وهو حامل لواء العلماء إلى الجنة، كان يقبل قرحته صابرا محتسبا، يقول أسأل الله أن تشفع لي، لأن هذه إصابة وهذا ألم وهذا مرض وهذا وجع. والمرض إذا أصاب الإنسان قد يكون عمله لم يفي بأن ينال درجة من درجات الجنة، فأراد الله أن يكمل له ثوابه بهذا المرض، بهذا الوباء، بهذا الداء. فيا أهل البلاء، يا أهل الشكاوى، يا أهل الأمراض، احتسبوا مصائبكم وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، احتسبوها عند الله سبحانه وتعالى. والله والله ما يفعل الله بعذابكم، ما خلقنا الله ليعذبنا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تسير الدنيا في هذا المسار بالمشقة بالتكلف، حتى الإنسان يعوض حياة تقابل هذه الحياة لا نكد فيها ولا مشقة فيها ولا مرض فيها ولا فناء فيها. أظن الوقت قد شارف، لكن سنقف مع الآثار فضيلة الشيخ، فضيلة أثر هذا الصبر على الإنسان وعلى محيطه في أسرته وفي مجتمعه ووطنه. لا شك أن إذا أخذنا مثلا على سبيل العبادة، سيكون عندك مجتمع متكافل، صائم، يفطر الصائمين، يبحث عن الجائعين، زكاة الفطر مطهرة للصائم من اللغو والرفث، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، مجتمع مصلي متحاب متآلف، الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. إذن هذا هو الصبر الحقيقي الذي يعطيك الجزاء العظيم ويعطيك ثمرة كل عبادة. فلا يوجد عندك إنسان مصلي مرتكب للفواحش، مستحيل، مرة ومرتين وثلاث وصلى، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب مرتكب ما ترك شيء إلا وفعله، وكان يسرق، فقال أما أن صلاته ستنهاه عن الفاحشة، قال والله ما لبث أياما حتى تاب وكان من خيرة الناس. إذن هذا هو معنى الصبر، هذا هو معنى الاستفادة من هذه العبادة الإيمانية. ونحن في شهر الصبر، وهي فرصة أي يكون الإنسان مقبلا للمولى سبحانه وجل وعلا متسلحا بالإيمان في الوصول إلى أعالي الجنان لينال مغفرة الرحمن. لك الشكر.